أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى أن مساعي تعزيز النمو وتنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تكاتف على تحقيقها الجميع خلال 15 سنة الماضية حتى وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في مملكة البحرين إلى 80% من الأنشطة الفاعلة في الاقتصاد البحريني، وقد أدى ذلك لخلق الفرص النوعية للاستثمار والتطوير وفرص العمل، مما سوف يسهم بشكل مؤثر في التعامل مع المعطيات الاقتصادية الراهنة. وقال سموه إن ما أدت إليه الظروف الاقتصادية العالمية بانخفاض أسعار النفط من اتخاذ خطوات استثنائية كغيرها من الأشقاء في المنطقة لإعادة هيكلة الإيرادات والصرف الحكومي وإيجاد سبل لتنويعها جاء كواقع سوف تتمكن مملكة البحرين من موازنته بفاعلية والتعامل مع ما يفرضه من تطلبات عبر ما تأسس من هذه المقومات الاقتصادية القوية لمواصلة النهوض الشامل بمسارات التنمية. وأشار سموه أن هذه المقومات قد عززت من قدرة الاقتصاد للتعامل مع كافة التحديات، وذلك بالتوازي مع تسارع الاستثمارات النوعية، وعلى رأسها جملة من الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الكبرى بقيمة تفوق 32 مليار دولار. وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ستظل دائما وأولا وأملا لأبنائها الذين هم ثروتها الحقيقية وعماد نهضتها، بوعيهم بأهمية اطلاعهم بمسؤولياتهم الوطنية وبمشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل وطنهم وصياغة معطياته بما يتعامل بنجاح مع جميع المتغيرات والتحديات. جاء ذلك لدى تدشين سمو صباح اليوم مشروع مراسي البحرين في ديار المحرق، حيث أشاد سموه بما يشكله المشروع من إضافة متميزة كونه يأتي ضمن إطار استثمارات المشاريع الكبرى، معربا عن تفاؤله بأن يكون جزءا من انطلاقة نهضة جديدة في اقتصاد المملكة وتوجها يعتمد أسس الابتكار والإبداع. وقال سموه إن الجانب الإيجابي في التحديات هي أنها تمنح الجميع فرصا متجددة للتطوير والنمو والبناء على المكتسبات المتحققة بصيغة أقوى وأكثر تأثيرا لخلق نتائج مستدامة يتبلور مردودها بوضوح. وهذا المشروع هو إحدى النماذج البارزة لهذه الفكرة التي يجب استلهام نموذجها لخلق المزيد من التكامل في المنظومة الاقتصادية وتعزيز هيكليتها. وطلع سموه على عرض ثلاثي الأبعاد للمشروع، كما قام بجولة بالقرب من الساحل البحري للاطلاع على مرافق المشروع، حيث أشاد سموه بما يتميز به المشروع من خيارات سكنية وتجارية متعددة وخدمات ومرافق متنوعة. كما تحدث خلال الحفل تدشين السيد محمد العبار عضو مجلس إدارة شركة إيجل هيلز، شركة التطوير العقاري الخاصة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، التي عملت على مشروع مراسي البحرين بشراكة مع المطور المحلي شركة ديار المحرق. وتناول السيد محمد العبار وهو صاحب الرؤية وراء مشاريع ضخمة من بينها داون تاون دبي التي تمتد على مساحة 500 فدان ويتوجها برج خليفة أكبر مبنى في العالم عن أهمية مشروع مراسي البحرين، مشيرا إلى أن حكومة البحرين أدركت أهمية الاستثمار المتواصل في البنية التحتية لتطوير المملكة انسجاما مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما أنها عززت من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية الابتكار والتنوع في قنوات الاستثمار. وقد حددت أهدافا واضحة لتنويع الاقتصاد والمحافظة عليه لتحقيق رؤيتها 2030 التي تركز على الدفع قدما بوتيرة الاستثمارات المحلية والخارجية وحيويتها وبضرورة خلق الفرص والوظائف ذات القيمة المضافة، مضيفا أن مشروعا عقاريا كبيرا مثل مراسي البحرين يوفر منصة قوية لتحقيق ذلك، حيث أنه سيخلق تدفقا ثابتا للدخل للمستثمرين والشركاء التجاريين، وسيصبح وجهة سياحية رئيسة ويخلق آلاف الوظائف الجديدة ويسهم في استقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين.